فبعض الناس يا أخوة إما لا يرد إلى أهل العلم وهم المميع. الأمر الثاني في قوله لسنا مجبرين باتباع فلان أو كما قال، نحن نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان، نعم، لكن قولك هذا مجمل فإنه يحتمل الخطأ والصواب ويحتمل الحق والباطل، وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليست بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل، فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور فإنه يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب يا أخوة، قال أهل العلم الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته، فقولك هذا في غاية الفساد والبطلان، ولا يفهم منه أحد إلا أنك تريد أن تربط الناس بك أو بمن هو على شاكلتك من المتصدرين للعلم والمتصدرين ميدان الدعوة. هذا مهم يا أخوة، كلام مهم، يعني إذا منعت الناس من الرجوع إلى أهل العلم فماذا تريد؟ تريد أن تربطهم بنفسك وأنت دون العلماء بكثير. توجب على الناس الارتباط بك وسؤالك والرجوع إليك، ولكن تمنعهم من الرجوع إلى من هو أكبر منك وأكثر منك علما وتقوى. هذا معنى كلامك، لسنا ملزمين بكلام أحد من أهل العلم، لا حاجة إلى الرجوع إلى أهل العلم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ تريد أن يرجع الناس إليك وأنت تفتنهم وأنت تضلهم وأنت يعني تفتيهم كما تريد؟ وكان الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم، والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة. إذن يلزمنا قبوله بدليله أم لقوله؟ بدليله يا أخوة، هو أقام دليلا، إذا أقام الدليل فيلزمنا قبوله. ما قام العالم بماذا يا أخوة؟ العالم قام بكشف الدليل، كنت تجهل هذا الدليل والعالم كشف الدليل على ماذا؟ على أن فلانا منحرف وعلى أن هذا المنهج منهج باطل. نعم، إذن يلزمك قبول قوله لما أقام على قوله من الأدلة والبراهين، فبان بهذا أن هذه المقولة باطلة وفاسدة. نعم، بعد هذا يا أخوة نقول ما هو هدي السلف؟ هدي السلف في أمور ثلاث. هدي السلف في الرد إلى العلماء والربط أو والرد على العلماء والربط بالعلماء، هذه الأمور الثلاث هدي السلف فيها. إذا عرفنا هدي السلف نسلم من الإفراط والتفريط، ونسلم من التمييع والتشديد. هدي السلف في الرد إلى العلماء والرد على العلماء والربط بالعلماء، هذه أمور مهمة يا أخوة. وإذا أخطأنا في هذه الأمور الثلاث نقع في الضلال ونقع في الظلم ونقع في إفساد الناس. أما الرد إلى العلماء ذكرنا قوله جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فبعض الناس يا أخوة إما لا يرد إلى أهل العلم وهم المميعة، كما جاء في مثل هذا السؤال، لا يريدون أن نرد الخلافات والأمور إلى أهل العلم، لا تسأل العالم الفلاني، لماذا نسأل العالم الفلاني ولسنا ملزمين بقول العالم الفلاني، هؤلاء هم المميعة. وبعض الناس يدندن حول الرد إلى أهل العلم لكن ردا غير أمين، لا يرد الأمور إلى أهل العلم ردا أمينا صادقا
وإنما يرد الأمور إلى أهل العلم كما يريد هو. الأمر الآخر الرد على أهل العلم. كيف نرد على أهل العلم من أهل السنة والجماعة؟ إذا وقع أهل العلم في خطأ فينبغي الرد عليهم وتصحيح خطأهم. لماذا يا أخوة؟ لأن دين الله جل وعلا أغلى علينا من أنفسنا ومن مشايخنا ومن طلابنا ومن إخواننا من أنفسنا. فلذا يا أخوة لا نقر أحدا على خطأ ولا نرضى بالانحراف. الخطأ يرد، والرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن لا بد من التمييز والتفريق بين المخطئ، هل هو من أهل السنة، هل أصوله سلفية سنية لكن زل ووقع في خطأ ومن الذي لا يخطئ، وبين المبتدع التي أصوله بدعية منحرفة فوقعه مثل هذا في الخطأ ليس بالأمر الغريب. ففي الأول ترد عليه بأدب، ترد عليه بأدب، ترد خطأه لكن تحفظ له كرامته ومروءته. المميعة لا يريدون ولا يقبلون الرد على المخالف بحجة أنه عالم، بحجة أنه عنده حسنات، بحجة أن عنده جهود في خدمة الدعوة، لا ترد عليه. لا، هذا من التميع، وهذا فيه جناية كبيرة على الدين، كيف لا نرد عليه؟ والناس يغترون بخطئه ويرون أن هذا العالم الذي صدر منه هذا العمل لولا أنه مصيب لرد عليه أهل العلم، وبما أنهم لم يردوا عليه ولم ينكروا عليه دل هذا على أنه مصيب، وهذا يا أخوة جناية على الدين. فالمميعة لا يرضون بالرد، والحدادية يردون على خطائه ويطعنون في عرضه ويشوهون سمعته ويسعون لتسقيطه. فلا المميعة أصابوا المنهج السلفي ولا الحدادية يا أخوة. الأمر الثالث والأصل الثالث ما هو؟ ربط الناس بأهل العلم. ربط الناس بأهل العلم يا أخوة هذا أصل سلفي، أصل سلفي كما جاء في هذا السؤال أيضا، لأن الناس لا بد لهم من رأس يرجعون إليه ويستفتونه فيما يشكل عليهم. فإذا لم نربط عامة الناس بأهل العلم المعروفين بسلامة الديانة والمنهج فهم يرتبطون تلقائيا برؤساء جهال فيفتونهم ويضلونهم، يفتونهم بغير علم. إذن عصمة الأمة بارك الله فيكم في ارتباطها بأهل العلم، في ارتباطها بأهل العلم. ولكن ليس معنى هذا أنك يعني تختار أهل العلم على مزاجك وهواك، كل من لم يعجبك قوله أسقطته وطعنت فيه من أهل العلم، ومن جهة أخرى تدعي أنك تربط الناس بأهل العلم. لا ينبغي يا أخي، لا تفرق، هناك درجات ورتب، عالم أعلم من عالم، عالم فلان راسخ في العلم، فلان غير راسخ في العلم لكنه من أهل العلم أيضا، فنسأل الله العافية. هذا هو فيما أعلم والله أعلم منهج السلف في هذه القضايا الثلاث المهمة: الرد إلى أهل العلم، والرد على أهل العلم، والربط بأهل العلم، ربط الناس بأهل العلم. هذه لا بد أن نعلمها كي لا نقع في تمييع المميعة ولا في إفراط الحدادية، ونسأل الله العافية.